مرحبا. أجواء خريفية متقلبة نسبياً عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مع درجات حرارة عم تتمحور حول معدلاتها السنوية وتساقط أمطار متفرقة ببعض المناطق، وممكن تكون غزيرة ورعدية بالمناطق الشمالية مع خطيطة كثيفة على المرتفعات القريبة للساحل. باب عبد الحرارة 27 درجة، بالعبادية عم بتسجل 24 درجة، خطيطة قوية بفترات المساء والليل، أما بعكار فسجلت 25 درجة، وببعلبك عم بتسجل درجات الحرارة 25. انخفاض ملحوظ بالحرارة خلال الليل، وأما كيف رح تكون درجات الحرارة بها اليومين منشوف سوا. 3 22 27، الأربعة 21 26 مع هطول للأمطار، والخميس عم بيكون أدناها صار في برد 21 درجة وأقصاها 26، والطقس عم بيكون غائم. هيدا كان كل شيء. باي.